بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. من يوم ما نزلت شهادات ال 18% في الحسابات والناس لحد دلوقتي تعبانه نفسيا جدا جدا بسبب انه هي مش لاقيه حاجه تحط فيها فلوسها. طبعا اللي اضطر لشهاده 19% اخدها، ولكن في ناس كتيره جدا شايفه ان العائد مش محترم او عائد مش مجدي وكمان المده طويله جدا. النهارده هقول لحضراتكم على اخبار جديده ممكن يعني تطمن حضراتكم شويه وتوريكم ايه اللي ممكن يحصل في الايام اللي جايه، ولكن دايما لازم تكون عارف انه انا مش بقول لحضرتك ولا بجزم قدام حضرتك انه بالفعل في شهاده، انا بس بقول لحضراتكم المعادله الطبيعيه، حاجه تحطها جنب حاجه تدي لحضرتك في النهايه شهاده مش اقل من 30%، وطبعا كلنا بنتمنى بعد كده انه ده يحصل، ولكن بكلام المحللين الاقتصاديين المصريين بعد اللي حصل النهارده ده يبقى احنا لازم هنشوف شهاده جديده محترمه جدا 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 بعد بيان صندوق النقد الدولي. الحاجه الثانيه كمان، هل بالفعل تم ايقاف شهاده 19% في البنك الاهلي وبنك مصر؟ يعني انا لو رحت يوم الاحد اشتريها هلاقيها موجوده ولا مش هلاقيها موجوده؟ هتكلم مع حضراتكم في كل التقارير دي وفي كل الكلام ده والبيانات دي النهارده، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. تعالوا نتكلم عن موضوع ايقاف شهاده 19% رسميا ومن داخل البنك. انا بقول لحضرتك وكلام انا واثقه فيه، النهارده لم يتم ايقاف شهاده 19% ولا في البنك الاهلي ولا في بنك مصر، وكمان موجوده في بنك القاهره، ولكن ال 22/18/16 دي تم ايقافها في بنك القاهره. يبقى كده للي حابب يشتري الشهاده، الشهاده ما زالت موجوده زي ما اتكلمنا قبل كده، عادي جدا حضرتك تقدر تشتريها في اي وقت. ولكن يعني مش حابه ان حضراتكم بما ان انتوا انتظرتوا المده دي كلها، يا جماعه احنا عندنا اجتماع يوم 22/6، يوم 22 قصدي الشهر القادم 22 سبتمبر، اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي. اللي قدر انه يصبر من المدة دي كلها فياريت انه ينتظر الايام اللي جاية. الوقت اللي احنا فيه ده وقت حرج جدا، وده مش وقت اشتري فيه شهادة. لو تفتكروا احنا مش شايفين اي تصريحات من رؤساء البنوك باي شهادات جديدة، ولكن ده مش دليل على عدم وجود شهادة جديدة. لانه لو تفتكروا ليه اللي اشترى شهادة ال 25% من حضراتكم قبلها ب 48 ساعة او 72 ساعة تقريبا، شفنا رئيس بنك مصر بنفسه بيتكلم مع لميس الحديدي وبيقول انه لن يتم اصدار شهادات جديدة، وانه اي شهادة جديدة هتكون تكلفتها عالية على البنك. هتقولي ما كانش يعرف يعني مثلا، هقول لحضرتك لا، بس هي حكاية مش كده. الشهادات الاستثنائية يا جماعة ما بيبقاش فيه عند رئيس البنك علمي بيها، ده بيبقى يعني اجراء بيتخذه البنك المركزي من اجراءات الحمايه للنظام الاقتصادي او اي شيء، او انه بيبقى عنده هدف من وراه، او انه بيبقى عايز يسحب السيوله من الاسواق، او انه عايز يهدي وتيره التضخم. ففي نفس اليوم بيتم اعلام رؤساء البنوك بالشهادات الاستثنائيه. فمش معنى انه حضرتك لسه ما سمعتش لحد دلوقتي عن شهاده يبقى ما فيش شهاده. ولكن الجزء الثاني انا قلت لحضراتكم كتير جدا، في حال وجود تعويم لازم هتشوف شهادة استثنائية، ما ينفعش تعويم ومفيش شهادة استثنائية. شفنا التجربة دي مرة واثنين وثلاثة من البنك المركزي قبل كده. طيب ايه اللي يقول لي ان في تعويم؟ في النهارده بيان مهم جدا جدا وعاجل من صندوق النقد الدولي، حدثها باسم صندوق النقد الدولي، قالت النهارده نرحب بقيام الحكومة المصرية بطرح عقود جديدة لبيع شركات جديدة من القطاع العام، وتوقيعها عقود قديمة ببيع حصص في شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، وأن هذه الإجراءات بتتمثل أو تمثل عنصرا حاسما في برنامج الصندوق وخطوة مهمة نحو توفير الموارد والتمويلات وخفض الديون. بمعنى إيه؟ بمعنى انه ده اجراء حاسم في برنامج مشترك بين مصر والصندوق، واللي بيسهل عمليه المراجعه. وعلى فكره موضوع التعويم او التحريك لازم هيلجا ليه محافظ البنك المركزي، ولكن انا بصراحه محترمه قراره جدا جدا جدا، لانه مش راضي لحد دلوقتي يعمل كده من غير ما يكون عنده غطاء دولاري. اصل هو لو عمل كده يا جماعه القصة كلها بتتوفر فين أو بتتلخص في إيه؟ في إن هو حابب إنه يعمل تحريك لسعر الصرف أو مرونة لسعر الصرف زي متطلبات صندوق النقد الدولي عشان خاطر يراجع وياخد الشريحتين المتأخرين. احنا اتكلمنا قبل كده انه انا عندي شريحة متأخرة شهر مارس الماضي وشريحة متأخرة سبتمبر الحالي، الشريحتين دول بحوالي 700 مليون دولار. طيب لو هو عمل المراجعة الشهر القادم هياخد الشريحتين، المراجعة متوقفة على التعويم، التعويم بقيمة او باخرى، وصندوق النقد الدولي طالب من حضرتك انه لازم يكون عندك سعر واحد زي ما اتكلمنا قبل كده كتير جدا في حلقات الدولار، لازم يكون عند حضرتك سعر واحد للصرف. في حال انه حضرتك ما عندكش سعر واحد للصرف مش هتحصل على
الشريحتين، وكمان غير الشريحتين مش هيضمن لحضرتك استثمارات جديدة تيجي من دول الخليج يا جماعة. ما هو السعودية وأمريكا وكل الدول، معظم الدول دي شريكة في صندوق النقد الدولي، فهو كده مش هيجي عند حضرتك استثمارات جديدة ولا أموال ساخنة جديدة ولا أي شيء ولا مشاريع جديدة، حاجات تانية كتيرة جدا جدا ورؤوس أموال جديدة هتدخل البلد، ولكن صندوق النقد الدولي طالب من حضرتك إنه يكون عندك بيئة استثمارية خصبة، بمعنى سعر واحد للصرف زي ما قلت كتير جدا قبل كده، مش مختلفين على القيمة، مش مختلفين على الموعد، ولكن ميعاد المراجعة لتاني مرة بيتأجل أو لتاني مرة بيتأخر. متوقع بعد البيان بتاع النهاردة، معنى الكلام بتاع النهاردة أو البيان بتاع النهاردة إنه كده مصر ملتزمة بشروط صندوق النقد الدولي أو بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي. في الأيام أو الفترة القادمة متوقع رفع أسعار الفايدة كمان. طيب ليه هيرفعوا أسعار الفايدة ليه؟ طبعا احنا عارفين رفع أسعار الفايدة حتى لو ما فيش تعويم بيديني شهادات جديدة. هتقول لي ما هو المرة اللي فاتت تم رفع أسعار الفايدة 100 نقطة أساس وما شفناش شهادات جديدة لحد دلوقتي. هقول لحضرتك أيوة حصل. هقول لحضرتك ما هو كان عارف إنه هيكون لازم عنده تعويم، ما ينفعش زي ما قلت لحضراتكم يعمل شهادة الشهر الماضي ويرجع يلغيها ويعمل شهادة الشهر القادم، فهو فضل إنه الشهر القادم. ده كلام محللين اقتصاديين كبار جدا هنا في مصر اقتصاد بيقولوا انه اجل موضوع رفع اسعار الفايده على الاوعيه الادخاريه للشهر القادم. ليه؟ للي متابعني من حضراتكم في حلقات الدولار، انا قلت لحضراتكم ان الفيدرالي الامريكي عنده رفع الاسعار الفايده 25 نقطه اساس اليومين اللي جايين دول. بعدها طبعا بتضطر كل البنوك المركزيه لكل الدول برفع اسعار الفايده عشان خاطر تقدر تجاري، علشان خاطر تقدر تجذب استثمارات جديده هي كمان على اوعيتها الادخاريه، وعلشان خاطر سنداتها واذون الخزانه والحاجات اللي عندها تبقى الفايدة عالية عليها، فيجي لهم مستثمرين جدد. فهو طبعا لما يرفع 100 نقطة أساس، أو متوقع زي ما احنا قلنا قبل كده كتير انهم يكونوا كمان 200 نقطة أساس، يبقى أنا كده عندي 300 نقطة أساس لسه ما استفادش بيهم الأوعية الادخارية. فمتوقع جدا 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 انه في الاجتماع القادم يرفع أسعار الفايدة، يبقى أنا كده معايا 200 نقطة على الأقل، وفي حال لو رفع 200 نقطة يبقى معايا 300 نقطة. وكمان الأصعب جدا جدا أو الأحتم جدا اللي يخلي الموضوع حتمي جدا جدا إنه يعمل تعويم أو يحرك سعر الصرف. كده طبعا تحريك سعر الصرف بيعلي التضخم، ومعانا رفع أسعار فايدة، ومعانا التحريك سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، كل دول لازم هيضطروا البنوك لأنها تعمل شهادات بعائد محترم جدا 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 يعوض المستثمرين. تعرفوا انه في الحالة دي حتى 30% مش هتكون مجزية، هتكون افضل من كل الشهادات الموجودة. هتقول لي ليه ما يعملش 25%؟ هقول لحضرتك لانه بعد ال 25% في معايا شهادة 27% شهادة استثنائية اللي هي اللي كانت الدولارية. الدولارية كانت لمدة 3 سنوات 9%، بتاخد حضرتك العائد بالجنيه المصري 27%، يعني دي شهادة بالجنيه المصري واستثنائية 27%. كمان ده أنا عندي المؤسسات والبنوك طلبت 28.5% في أذون الخزانة، هيجي هو يديني 25%، هيبقى صعب جدا جدا جدا. ولكن للأمانة في كلام كتير جدا بيقول إنه هيعيدوا إنتاج المنتج مرة أخرى اللي هو 25%. أنا برضو حابة أقول لحضرتك إنه يعني الموضوع بيبقى صعب جدا على البنك أو على المؤسسة مالية إن هي تعمل منتج جديد، بيحسب كل تكاليفه، يحسب بكل استثماراته، يحسب بالتارجت المستهدف منه وحاجات تانية كتيرة جدا. فمن المتوقع برضو إن يعمل شهادة 25% أو يعيد إنتاجها تاني وينزلنا نفس المنتج بنفس الاسم بنفس البنكين دول الاهلي ومصر. الموقف عندهم يا جماعه صعب جدا جدا، ده خرج من عندهم كميه مليارات رهيبه جدا، وكمان هو مش حمل انه ده يحصل تاني، لانه عارف انه في حال ما اداش شهادات محترمه دلوقتي الشهر القادم لسه له شهرين ثلاثه وهيكون عنده استحقاق لشهاده ال 25%، فالعميل هيفقد الثقه تماما وهيبقوا ضربتين كبار قوي قوي للبنك. حبيت اقول لحضراتكم على كل المستجدات، لما بقول لحضرتك ولا بقول لك ان في شهاده، ولا بجزم ان في شهاده، ولا بجزم ان في تعويم، ولكن بحب اقول لحضرتك على كل الجديد ان لما نحطه تاع جنب بعضيه لازم يديني يعني بحسب التجارب السابقه او بحسب اللي حصل قبل كده مرتين وثلاثه بكل الشهادات الاستثنائيه لازم يديني شهاده استثنائيه او منتج محترم. وطبعا في الاخر انا بتمنى لحضراتكم كلكم ان انتوا تلاقوا شهادات محترمه او اوعيه ادخاريه محترمه تحطوا فيها فلوسكم.
اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم واستفدتوا منه ولو بمعلومه واحده. بنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومه واحده يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. شوف حضراتكم فيديو جديد وخبر جديد في امان الله.